البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. لذلك يقول: الصعد إلى العلاء سبسبيا، وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل، على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة، أحتج عما في أمري بأكثر سرور، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة،
ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي، ولكنني أقر لك بهذا، أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله آبائي، مؤمناً بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، ولي رجاء بالله فيما هم أيضاً ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأسماء. لذلك أنا أيضاً أدرب نفسي ليكون لي دائماً ضمير بلا عصرة من نحو الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهراً في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب، قوم هم يهود من آسية كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع، إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم، أني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، آمين. اعترفوا للرب فإنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته، اعترفوا لله الآلهة فإن رحمته ثابتة إلى الأبد. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم، بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا، بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني ولأني ذاهب إلى الآب؟ فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه، لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم: أعن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ لأني قلت: بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن
لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفلة لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم، وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم، والمجد لله دائماً.